الأقدام أصبحت عاجزة عن حمل أصحابها ممن كان بموقع الحدث في ظل ما شوهد من جثث وأشلاء بأكثر من موقع. هذا هو الحال في باب شرقي بعد دقائق من التفجير. أما حال أهل سوريا بجمعها وجماعتها بعد أن تآمرت الدنيا عليهم وصدرت لهم كل أشكال الخراب والموت والحقد، لسان حالهم يقول: لن ننسى، سننتصر. أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون بإضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة 3 سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار. وأقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن إخضاع المكلفين بضريبة ريع العقارات والبورصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد. كما يقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي. طلب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من الجهات العامة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمنع أعمال التزوير والاحتيال نظرا لانتشار ظاهرة امتهان بعض الأشخاص تقديم شيكات أو أوامر دفع أو قبض مزورة أو مسروقة إلى أحد المصارف العاملة بغية اختلاس أموال عائدة للجهات العامة، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على المال العام. كما أصدر الدكتور الحلقي قرارا يقضي بتمديد التعامل بقسائم المحروقات مدفوعة القيمة مسبقا لمدة 6 أشهر. ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا تقتضي تكاتف جهود جميع أبناء الوطن بهدف تعزيز قدرات الدولة من أجل التصدي للحرب الكونية الشرسة التي تستهدف الدولة والشعب، مؤكدا أن الاقتصاد السوري متماسك ومتوازن والدولة مستمرة بخطتها للحد من انخفاض الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لتعود إلى وضعها الطبيعي، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الأساسية. ومن جهتهم أكد أعضاء مجلس الشعب على ضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها لضبط الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خاصة مع قروب قدوم شهر رمضان المبارك. أبدت لجنة متابعة الحوار الوطني السوري ترحيبها بعقد مؤتمر جنيف الدولي ودعمها لأي جهد دولي يعمل على وقف العنف والذهاب إلى عملية سياسية شريطة أن تبقى السيادة السورية مصانة. وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية أوضحت اللجنة مجريات زيارتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقالت اللجنة إن أعضائها التقوا مع كبار المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وحسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية، وناقشوا ارتفاع وتيرة الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعمل على تمزيق المجتمع السوري على أسس طائفية. وقد أكدت لجنة متابعة الحوار الوطني على مركزية حل الأزمة السورية عبر الحوار الداخلي. بدوره أكد الجانب الإيراني على دعمه للحوار والحل السياسي في سوريا، كما أكد على وقوفه الكامل مع سوريا من أجل مساعدتها ومساعدة شعبها على تخطي هذا الخطر الداهم بكل الوسائل. بيان صادر عن لجنة متابعة الحوار الوطني السوري. أجرت لجنة متابعة الحوار الوطني زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين 22 و 25 من الشهر الحالي. التقت خلالها عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقد تم في هذه الزيارة التباحث في ارتفاع وتيرة الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية. هلا بداية هو المؤتمر لتوضيح غرض الزيارة التي قامت بها لجنة المتابعة للحوار الوطني السوري، والتي تضم شخصيات معارضة وشخصيات من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات موالية. تم في الزيارة سيتم شرح اللقاءات التي تمت، حيث تم لقاءات على المستويات مع المسؤولين الإيرانيين، سواء كانوا مسؤولين في المؤسسة الدينية كالسيد أحسن أختريني في مجمع أهل البيت ومعاون وزير الخارجية، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.
طبعا نحن كان الوفد مؤلف من احزاب وقوى معارضه وطنيه وبعض شخصيات من اعضاء مجلس الشعب من الموالات. هدف الزياره هو كان التاكيد على اهميه مشاركه ايران بمؤتمر جنيف. تواصل وحدات من جيشنا الباسل عملية تطهير المناطق التي استولت عليها العصابات الإرهابية المسلحة وفي ريف تدمر بمحافظة حمص. رصدت وحدة من جيشنا الباسل أنفاقا وأوكارا كان الإرهابيون يستخدمونها في تنقلاتهم، كما رصدت كاميران اعترافات لأحد الإرهابيين ممن كانوا يشاركون بالاعتداءات على مواقع للجيش العربي السوري في ريف حمص. بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهير منطقة تدمر من عصابات جبهة النصرة، بدأت آثار إجرامها وتخريبها وأدواتها تظهر للعيان مع البحث والمتابعة من قبل أبطال الجيش العربي السوري. هذه الأنفاق حفرها جرذان الظلام لتساعدهم في تنقلاتهم وليخبئوا بها أسلحتهم وذخيرتهم وليغيروا تاريخ ومعالم هذه المدينة الأثرية التي لطالما تغنت بها سوريا الحرة. وفي خط إجرام موازن نطق لسان الإرهابي محمد حرب الرزوق من قرية الرحمانية بريف القصير، معترفا بمشاركته بعمليات قامت بها المجموعة المسلحة التي انتمى لها ضد مواقع للجيش العربي السوري. شكلنا عدد من المجموعات، 5 مجموعات، عددهم شي 100 مسلح، ومعنا روسيات واربيجيات وبقبات عليها رشاشات دوشكا، وهجمنا على الحاجز قتلنا عدد من العساكر. أنفاق تكتشف، أسلحة تصادر، مجرمون يعتقلون وآخرون يقتلون، كل هذه إشارات يرسلها الجيش العربي السوري ومن خلفه شعب أبي. فكل المؤامرات والعقائد التكفيرية تتكسر عند أعتاب هذه اللحمة بين الجيش والشعب. وفي حماه رصدت كاميرا الدنيا مشاهد الخراب والتخريب التي تركها فلول الإرهاب في قرية الخضيرة بعد أن فروا منها إثر دخول وحدات من جيشنا الباسل. لم يدخل الإرهاب بقعة من الجغرافيا السورية إلا وترك فيها بصماته الملأة بكل شرور الكون، من خطة لتدمير الدولة الوطنية السورية. مدرسة ابتدائية في قرية الخضيرة بريف حماه استخدمتها عصابات جبهة النصرة الإرهابية، مواد غذائية أرسلت من عدة بلدان إقليمية وخليجية، وفي لباسهم العفن ما حيكت خيوطه المسروقة من قبل الجار الشمالية. أما أجهزة الاتصال تلك فتدلل على تنسيق أعمالهم الشيطانية. وفي أدوات إجرامهم المتنوعة ما تجدد من تنوع أساليب الموت لممارساتهم التكفيرية، قنابل يدوية وصواعق وأصابع TNT وسواها الكثير، عبوات ناسفة على تعدد أوزانها فككتها عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري. أما خنادق وأنفاق ظلامهم أمست شاهداً متجدداً على نقل الأعتدة البشرية المسلحة لقتل الأبرياء من الشعب السوري، على تعدد وتنوع وسائل تدميرهم البشر والحجر، إلا أن عيون الجيش العربي السوري لا زالت شاخصة لإعادة الأمن والأمان لكافة الأراضي السورية بقضائها على عصابات الموت المأجورين من قبل أعداء الوطن.
زار محافظ حلب يرافقه العميد إبراهيم خضر السالم قائد شرطة المحافظة كلا من القاضي عدنان الصلاح وأحد الأطباء والسائقين الذين أصيبوا في الاعتداء الإرهابي الذي طالهم أثناء قيامهم بدورهم الوطني لإيصال الدواء والغذاء للسجناء في سجن حلب المركزي. شمال مدينة حلب يقف سجن حلب المركزي ببنائه القديم، يحاصره من جميع الجهات مسلحون يقطعون عنه الماء والطعام والدواء، يستهدفونه بالقذائف تارة وبسيارات مفخخة تارة أخرى، أما القناصة فيحيطون به من جميع الجهات. قرر أعضاء فريق طبي وقضائي في الهلال الأحمر بالقيام بمهمة إنسانية ودور وطني تهدف لإيصال الدواء والغذاء للسجناء وإتمام إجراءات إطلاق سراح عدد كبير من السجناء ممن شملهم مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية، لكن يد الإرهاب أبت أن تقدم يد المساعدة للسجناء. جئنا إلى المشفى لنطمئن على الأخوة الطبيب والقاضي والسائق الذين نالت يد الإرهاب منهم. طبعا نحن منذ شهر وأكثر مع المنظمات الدولية، مع الصليب الأحمر الدولي، مع الهلال الأحمر، نسعى لتأمين الغذاء والدواء وتأمين وصول اللجنة القضائية إلى سجن حلب المركزي، لكن المسلحين والإرهابيين والإصابات المسلحة أبت أن تصل هذه اللجنة إلى سجن حلب المركزي. تم الاعتداء علينا وإطلاق النار علينا وتصوب عدد 5 أشخاص بتهيأ لي من القافلة إصابات متعددة، والحمد لله بالنتيجة كانت الغاية إنسانية والهدف نبيل، هو الإشراف على أوضاع السجناء في محافظة حلب في سجن حلب المركزي. من هنا نجد أن هناك من هو مصمم على القيام بدوره الوطني على الرغم من الحصار الخانق الذي يتعرض له السجن والقصف المتواصل. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف، وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف أطلع نظيره التركي أحمد داود أوغلو خلال اتصال هاتفي على نتائج المفاوضات في اللقاء الثلاثي الذي جمع ممثلي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف في 25 من حزيران الجاري للتحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا. أكد مراد ميدلسي وزير الخارجية الجزائري مجددا ضرورة حل الأزمة في سوريا من قبل السوريين أنفسهم، مشيرا إلى أن الجزائر لا تضع نفسها محل السوريين حيال ما سيقررون ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة لهم. وقال ميدلسي في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية في عددها الصادر اليوم إن المخرج الوحيد من الأزمة في سوريا هو الحوار، لذا تناولت مباحثات مع وزير الخارجية الروسي في موسكو مسائل الإعداد لعقد المؤتمر الدولي المرتقب حول سوريا، مشيرا إلى أن مواعيد عقد هذا المؤتمر لم تحدد بعد ولم يتوصل المشاركون في هذه العملية إلى وفاق كالسابق. رئيس الوزراء العراقي وبعد قليل من إعلان مجلس الأمن بالإجماع إخراج العراق من تحت البند السابع يدعو جميع دول العالم إلى محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وسلب حريات الشعوب. ولا زلت أعتقد أن الوقت لم ينفد تماما بعد لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان والاستجابة لنداء العقل والخضوع لمنطق الحوار والتفاهم بين دول المنطقة بدل التدخل والعنف وقعقعة السلاح، وندعو المجتمع الدولي إلى وقفة جادة معنا لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وأصنافه وعدم التمييز بين إرهاب وإرهاب، فالجميع يستهدفون الإنسان وكل مظاهر الحياة وينتهجون الإرهاب سبيلا لتحقيق أهدافهم السياسية. كما ندعو إلى مكافحة التطرف والاستبداد وسلب حريات الشعوب وكرامتها، لأن ذلك يمثل البذرة التي تنبت التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار. كما نؤكد موقفنا الدستوري في عدم السماح بأن يكون بلدنا مقرا أو ممرا للإرهاب بجميع أشكاله.
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم من إرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني البوندستاغ إن تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا سيكون له مخاطر لا تحصى، وإنها تدرك لماذا تفكر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بتسليم أسلحة لبعض المجموعات المتمردة في سوريا. أقر الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن أي قرار بفرض ما سماها منطقة حظر للطيران في سوريا ليس سهلا ولن يفعل شيئا يذكر. وأشار ديمبسي إلى أن فرض منطقة طيران محظور في سوريا لن يوقف العنف، وقال إذا اخترنا فرض منطقة طيران محظور فهذا في جوهره عمل من أعمال الحرب، وأود أن أتفهم خطة تحقيق السلام قبل أن نبدأ الحرب. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بدأت بنقل شحنات من الأسلحة إلى الأردن تمهيدا لتزويد المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين قولهم إن وكالة CIA بدأت بإرسال أسلحة إلى الأردن من شبكة مستودعات سرية، وتخطط للبدء بتسليح مجموعات صغيرة من المسلحين السوريين في غضون شهر، وتوسيع دعم الولايات المتحدة القوي لتلك المجموعات التي تقاتل في سوريا. وأضاف المسؤولون أن دفعات الأسلحة التي تصل من الولايات المتحدة ودول أوروبا والدول العربية ستستخدم من قبل المسلحين خلال شهر آب المقبل. استعاد الرئيس المصري محمد مرسي خطاب جماعة الإخوان المسلمين الإقصائي التي يحكم باسمها، وهاجم معارضيه والمتظاهرين ضده ووصفهم بالسوس وتوعدهم بعملية جراحية لاستئصالهم من الجسد المصري، فيما الشارع المصري يزداد قناعة بأن أيام مرسي في الحكم باتت معدودة. أضاف الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري محمد مرسي سببا إضافيا كي يثور الشعب ضده. مرسي الذي حشد إخوانه في خطاب مليء بالتناقضات فشل طوال ساعتين هي عمر خطابه في امتصاص ولو القليل من نقمة الغاضبين رغم محاولاته العزف على أوتار عديدة، فترحم على الشهداء وحي الجرحى، إلا أنه ما لبث أن أشهر سلاحه في وجه أعدائه محاربا الناس برغيف عيشهم، مؤكداً أنه من نتاج الثورة وأنه حاميها وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في مصر أبداً. وفي الداخل فهناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، ورجوع دولة الفساد والقهر والاحتكار والظلم التي يبدو للأسف أن من بيننا من لا يتصور لنفسه عيشاً ولا حياة بدونها. الرد الفوري على خطاب مرسي الذي حاول تقليد الإعلام الساخر باسم يوسف حسب المعارضين تمثل بنزول مئات الآلاف إلى الساحات العامة والشوارع في عموم المدن المصرية اعتراضاً على ما اعتبروه تهديدات وردت في خطاب مرسي للمعارضة، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان في عدد من المحافظات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ومئات الجرحى. مرسي لف حبل المشنع حوالين نفسه و30/6 حشود من ملايين هتنزل الشارع تطالب برحيل مرسي. وما بين الخطاب الهزيل والصدامات الدامية تبرز الهوة المتسعة شيئا فشيئا بين الرئاسة ومؤسسة الجيش في ظل تفاقم الأزمة بين قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي ومرسي إثر رفض الأول تنفيذ تعليمات الثاني بتولي مهمة إلقاء القبض على 33 قيادة سياسية وإعلامية أثناء إذاعة الخطاب الرئاسي. وكان الجيش المصري استبق خطاب مرسي وردود الفعل عليه في الشارع بتنفيذ خطة انتشار واسعة النطاق لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وسط ترحيب شعبي. خطاب مرسي والذي جاء قبل 3 أيام فقط من موعد 30 يونيو أعطى المظاهرات وقوداً أكبر لتبرير الخروج والمطالبة بإسقاطه، فحسب المعارضين المصريين
زاد خطاب مرسي من تأجيج الغضب المتصاعد في صفوف المصريين بكشفه أن الرئيس في واد والشارع في واد آخر. حاول في خطابه استثارة المشاعر الوطنية للمصريين مستغلا أزمة سد النهضة الإثيوبي لتحويل نظر المحتجين وإشغالهم عن الحراك الشعبي الذي يطالب بإسقاطه لدرجة التهديد بعمل عسكري في مواجهة إثيوبيا، ما دفع برئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجي للقول إن خطاب مرسي الخاص بموقف مصر من أزمة مياه النيل حمل لهجة تصعيد غير مبررة، أوصلت رسالة سلبية إلى الجانب الإثيوبي بالخيار العسكري. مراقبون قالوا نحن اعتدنا الحوال السياسي المتعمد لدى مرسي، فقال الناس له ارحل فحياهم. وقال الناس له باطل فحياهم أيضا. وليؤكد أنه عليل بالحوال يقول مراقبون ركب سيارة ليست سيارته. مصادر إعلامية قالت إن خطابات مرسي واضحة ومباشرة ومفهومة، ودليلهم على ذلك لأن الرئيس في مؤتمراته كلامه دايما واضح مفهوم وبيكيف الشعب على الآخر. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، هذا النخيل معكم شعبا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكيفني يعني، الكلام بيخش نفوخك من هنا ما بتفهمش منه حاجة خالص. مجددا، الكيان الصهيوني يصادق على بناء 69 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإسرائيل، والعرب نائمون، ففلسطين تبدو ليست محتلة بالنسبة لهم، والاستيطان لا يهدد ما تبقى من أرضها. في الوقت الذي يغرق العرب في أتون ربيع دموي يأكل الأخضر واليابس، يمضي الكيان الإسرائيلي قدماً في سياسته الاستيطانية التوسعية، ممعناً في تهويد الحجر والبشر. خطة جديدة للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة تتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للمنطقة. مسؤولون فلسطينيون يقولون إن هذا الإعلان الصهيوني يمثل تخريباً مقصوداً للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام، ويؤكدون أن حكومة اليمين المتطرفة الحالية في الكيان الإسرائيلي لا ترتكز سوى على الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، ويضيفون أن ظاهرة الاستيطان بكل أشكاله تعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، لكن لا حياة لمن تنادي. ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس صادقت على بناء 69 وحدة سكنية جديدة في حي حار حومة جنوبي المدينة، ويتزامن ذلك مع وصول وزير الخارجية الأمريكي كيري إلى إسرائيل في خامس زيارة له للمنطقة منذ بدء جهود الاستئناف والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في 20 آذار الماضي. يوماً بعد يوم تثبت الخطط الاستيطانية التوسعية الاستفزازية الجديدة، تثبت قولاً وفعلاً أن ذاك الكيان ما هو إلا قمة العنصرية والديكتاتورية. بعدما حاول عرب وغرب الإيحاء بأن ليبيا في عهدها الجديد ستنعم بالاستقرار والحرية والديمقراطية والرخاء، يبدو المشهد التركي الليبي اليوم أبعد ما يكون عن ذلك، حيث تشهد ليبيا موجة جديدة من أعمال العنف الدامية في ظل توتر بين ميليشيات مسلحة، في حين تحاول الحكومة التي تجاوزتها الأحداث استعادة نفوذها على أرض ملغمة. أبرز التطورات كانت إقالة وزير الدفاع الليبي بعد اشتباكات بطرابلس أدت إلى مقتل 5 وإصابة 100 وسلسلة سيارات مفخخة انفجرت في سبها. الفوضى العارمة، الفلتان الأمني، الانتشار العشوائي للسلاح،
ثمار تجدها في ليبيا وأنتجها ما يسمى الربيع العربي المدعوم بغزو الناتو قبل أكثر من عامين، حيث أسفرت عمليات الناتو هناك عن تفكيك الجيش الليبي والأجهزة الأمنية وترك الساحة مفتوحة أمام ميليشيات مسلحة تمارس القتل والإرهاب في ظل عجز السلطات الجديدة عن فرض الأمن والاستقرار. العاصمة الليبية طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش الليبي وميليشيات مسلحة في عدة مناطق خلفت قتلى وجرحى. المشهد في ليبيا مأساوي، سيارات تحمل مضادات طيران ورشاشات دوشكا تابعة للميليشيا المسلحة تجوب الشوارع، نقاط تفتيش، أعداد كبيرة من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة القصف العشوائي والمعارك الدائرة وسط الأحياء. هذه هي ديمقراطية الناتو المزعومة التي أفرزت هكذا مشاهد بحسب المواطنين العرب. من جهة أخرى، اختطف مجهولون ناصر الساحلي الموظف في جهاز الاستخبارات ولم يتم العثور عليه، في حين تم العثور على سيارته التي كان يقودها في اليوم الثاني من اختطافه أمام جامعة بنغازي. مدينة سبها في الجنوب أخذت حصة من الفوضى والإرهاب الممنهج، فكان نصيبها ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في أماكن مختلفة من المدينة أسفرت عن سقوط قتيلين وسبعة عشر جريحاً. مسؤول أمني أكد أن السيارة الأولى انفجرت بالقرب من مركز للشرطة، والثانية في حي تجاري، والثالثة أمام فندق بفارق نصف ساعة فقط بين المفخخة والأخرى. استقالة وزير الدفاع الليبي على خلفية الأحداث الأليمة لن تجدي ولن تقدم شيئاً من الأمن والأمان إلى الليبيين، فليبيا التي أحرقتها لفحات ربيع مزعوم تكتوي الآن تحت نير الإرهاب المنظم والتبعية والاستغلال من قبل حكومات الناتو التي تلهث لاغتنام الثروة الليبية على حساب الدم العربي الليبي. فمتى سيصحو هؤلاء الذين ظنوا أنهم قاموا بالثورة؟ يتساءل مواطن عربي. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن شركة أمنية أمريكية نجحت في تفادي المساءلة بخصوص إساءتها معاملة سجناء في سجن أبو غريب في العراق. وكشفت الصحيفة الأمريكية أن شركة CACI الأمنية التي تتخذ من مدينة أرلينغتون مقرا لها تفادت المساءلة القانونية بخصوص اتهامات وجهت لها بإساءة معاملة سجناء أبو غريب إبان الغزو الأمريكي للعراق، وذلك بعد إسقاط القاضي الفيدرالي في المحكمة العليا التهمة الموجهة للشركة المذكورة. الشعب يريد إسقاط أردوغان. تحت هذا العنوان تجددت المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة التركية أنقرة ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين. وقالت حكومة العدالة والتنمية إنها طلبت من شركة تويتر إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، مما قد يمنح تركيا قبضة أكثر إحكاما على موقع المدونات القصيرة الذي اتهمته بأنه ساعد في إثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. العبرة لمن اعتبر، ولكن على ما يبدو أن رجب طيب أردوغان وزير الخارجية التركي ما زال يكابر أمام تجدد المظاهرات لإسقاطه، وهذه المرة احتجاجا على إخلاء سبيل شرطي متهم بقتل متظاهر. وكعادته أردوغان فقد أطلق العنان لشرطته لتفريق المتظاهرين المحتجين على سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة. واستخدمت الشرطة الأردوغانية القنابل المسيلة للدموع وأزالت الحواجز التي وضعها المحتجون واعتقلت عدة أشخاص في صفوف المحتجين. السياسة القمعية التي يمارسها أردوغان وحكومته ضد شعبه منذ اندلاع الثورة التركية تسببت بمقتل خمسة أشخاص واعتقال الآلاف. من كان ينادي بحق الشعوب ويتشدق بالديمقراطية المزعومة، انظروا إليه اليوم، لم يقمع تظاهرات شعبه المحقة فقط، بل وحتى حريتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصادرة. حيث أعلنت حكومة أردوغان أنها طلبت من شركة تويتر إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل تركيا ليمنحها قبضة أكثر إحكاماً وتجسساً على موقع المدونات الصغيرة
بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة برحيل أردوغان. فضائح حكومة أردوغان لم تتوقف هنا، بل طالبت شركة تويتر بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل اعتبرها أردوغان إهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء. وزمان كانوا يقولوا النصيحة بجمل: أردوغان اركب القطار قبل فوات الأوان. أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن بعض الدول التي تشكل الجبهة المعارضة لإيران والتي تسمي نفسها المجتمع الدولي كذبا لا تريد حل القضية النووية الإيرانية، ولكن لو تخلت عن عنادها في هذا المجال فإن الحل سيكون أمرا سهلا وبسيطا وسلسا. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خامنئي قوله خلال استقباله مساء أمس رئيس السلطة القضائية وكبار المسؤولين والقضاة الإيرانيين: إن القضية النووية وصلت مرارا إلى لحظة الحل، إلا أن الأمريكيين طرحوا ذرائع جديدة. مشيرا إلى أن وثيقة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأن الإشكاليات التي أخذتها على البرنامج النووي الإيراني قد أزيلت، وعليه كان من المفروض غلق الملف النووي الإيراني، إلا أن الأمريكيين عادوا وطرحوا على الفور قضايا جديدة لأنهم يعتبرون القضية النووية نقطة مناسبة لفرض التهديد والضغط على إيران. أكدت روسيا أن أي تهديد أمريكي لن يرغمها على تسليم إدوارد سنودن المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الذي طلب اللجوء السياسي في الإكوادور، مشددة على أن من حقه أن يغادر منطقة الترانزيت في أحد مطارات موسكو إلى حيث يشاء. عند وصوله إلى مطار هونغ كونغ الدولي لم يكن سائحا اعتياديا أو رجل أعمال، إذ كان يحمل 4 أجهزة من الكمبيوتر سمحت وسهلت له الطريق للنفاذ إلى أدق الأسرار الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع أضحى الجاسوس الأشهر في العالم الهارب من القضاء والذي أثار ضجة كبيرة وكشف أسرارا خاصة بأمن الولايات المتحدة الأمريكية في قضية هي الأضخم حتى اليوم في تاريخها. إدوارد سنودن ابن 29 عاما غادر إلى هونغ كونغ من هاواي، حيث كان يعمل مع المتعهد للدفاع بوز ألين هاميلتون في وكالة الأمن الوطني الأمريكي، وهي المنظمة الأضخم لمراقبة جواسيس في العالم، ليختفي يوم 3 حزيران الجاري، لينضم الصحفيون الذين يعملون في هونغ كونغ إلى الصحافة العالمية بحثا عنه. وفي ذروة البحث حبذت الصحفيون المتابعون لموقع تويتر البحث عن ما يشير إليه، ولجأ آخرون إلى البحث عن الفنادق في هونغ كونغ علهم يعثرون على إشارة تدل عليه. موسكو قالت إن التهديدات الأمريكية لن تأتي بنتيجة وإنه لن يتم تسليم سنودن. واشنطن شددت اللهجة تجاه بكين التي تركت الجاسوس يغادر ترابها، وتجاه موسكو التي رفضت تسليمه. الرئيس فلاديمير بوتين قال إن سنودن ما زال في مطار موسكو في منطقة العبور، ونفى بالمناسبة وجود اتفاق بين البلدين يقضي بتسليم الرعايا المطلوبين، وأضاف أن سنودن رجل حر في تحركاته ومن الأحسن أن يغادر موسكو في الاتجاه الذي يختاره. لكن الناطقة باسم البيت الأبيض في قضايا الأمن الوطني كاتلين هايدن دعت الحكومة الروسية إلى التحرك السريع بطرد سنودن. سنودن أعلن أنه سيطلب حق اللجوء السياسي من الإكوادور والتي شرعت في دراسة الطلب، فيما أعلنت كاراكاس أنها لن تمانع منحه اللجوء السياسي إذا طلب رسميا منها ذلك. ماديبا العظيم المبجل كما يطلق عليه أفراد قبيلته، عرفه شعبه وخبروه مناضلا ضد سياسات التمييز العنصري التي وجدت في جنوب أفريقيا. فمن هو إذن نيلسون مانديلا الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا؟ Before all of us stood up to say enough is enough. نيلسون مانديلا الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب إفريقيا وأحد أبرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري. لقبه بين أفراد قبيلته ماديبا، وذلك ما يعني الرجل المبجل، وهو لقب يطلق على الشخص الأرفع قدرا بين أفراد القبيلة. مانديلا الذي ولد في قرية صغيرة تدعى ميزو في منطقة ترانسكاي بدأ نشاطه السياسي كمعارض لنظام الحكم الذي كان بيد الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا. في العام 1942
انضم مانديلا إلى المجلس الإفريقي القومي وأخذ يدعو إلى المقاومة الغير المسلحة ضد سياسات التمييز العنصري التي كانت سائدة آنذاك. لكن وبعد إطلاق النار على متظاهرين عزل في عام 1960 قرر مانديلا وزعماء المجلس الإفريقي القومي فتح باب المقاومة المسلحة. في عام 1961 أصبح مانديلا رئيسا للجناح العسكري للمجلس الإفريقي القومي، وبسبب نشاطه السياسي المميز اعتقل العظيم المبجل وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السفر غير القانوني والتدبير للإضراب. في العام 1964 حكم على مانديلا مرة أخرى بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، فقضى على أثرها 28 عاما في السجن، ليصبح النداء الشعبي بتحريره رمزا لرفض سياسة التمييز العنصري، وذلك إلى 11 من شباط فبراير عام 1990 حيث أصبح مانديلا حرا. بعد تقاعد مانديلا من رئاسة المجلس الإفريقي في عام 99 تابع تحركه مع الجمعيات والحركات المنادية بحقوق الإنسان حول العالم، وتلقى على إثرها عددا كبيرا من الميداليات والتكريمات من رؤساء وزعماء دول العالم. في حزيران عام 2004 قرر الزعيم الإفريقي ذو 85 عاما التقاعد وترك الحياة العامة، ذلك أن صحته أصبحت لا تسمح له بالتحرك والانتقال. عام 2005 اختارته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وتزامنا مع يوم ميلاده 90 في يوليو تموز عام 2008 أقر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش شطب اسم مانديلا من لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انضم إليها بسبب آرائه المثيرة للجدل حسب وصف الغرب للرجل. نشرتنا انتهت، ولم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الإرهاب الغاشم يضرب في باب شرقي ويسفر عن شهداء وجرحى. الحرب على الإرهاب مستمرة وشواهد إرهاب النصرة تتحدث عن إجرامهم. ومرسي يلفظ أنفاسه الأخيرة والشعب مصمم على إسقاطه. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.